مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وهنتكلم عن الوقت المفروض اللي احنا يعني زي ما حضراتكم شايفين بنخلص فيه الدوري، دوريات بقى أوروبا كلها بدأت في الاستعداد للموسم الجديد. هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا وهنتطرق لملفات مختلفة سواء محليا أو عالميا، بس خلينا نرحب بضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد همام. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك أستاذ نهاوند، وصباح الخير عليك أستاذ كريم، وصباح الخير على السادة مشاهدي قناة النادي الأهلي. منور الدنيا كلها، أهلا بحضرتك. عندنا زي ما نهاوند بتقول ملفات كتير عايزين نفتحها معاك، عايزين نتكلم شويه عن الاهلي، وعايزين نتكلم عن المنتخبات الاولمبي والاول، وعايزين نتكلم عن الدوريات الاوروبيه وانتقالات اللاعبين الى اخره. بس انا عايز استاذنك في ان احنا في البدايه نقف عند تعليق بيتقال كتير للعيبه النادي الاهلي او عن لعيبه النادي الاهلي، فكره ان النادي الاهلي بحكم ان هو بطبيعه الحال بيشارك دايما في كل البطولات القاريه المتوفره فلازم بتتأجل له مباريات، فده بيكون محل انتقاد البعض. طب مش المفروض يبقى في جدول من البدايه محطوط صح متراعى فيه مشاركات اي فريق قاريه وبناء عليه بنحط الجدول زي ما بيحصل في الدوريات الاوروبيه المختلفه؟ طبعا في البدايه بنبارك النادي الاهلي على فريق الاهلي على الموسم المميز في كافه الاصعده محليه وافريقيه. في البدايه طبعا يعني مش مشكله الاهلي او مش مشكله الفرقه ان النهارده انا مرتبط بمشاركات سواء محليه او افريقيه، وبناء عليه مثلا سبيل المثال في بطوله كاس الرابطه من رزنامة المباريات وضغط المباريات ما قدرتش ان انا اشارك في البطوله دي، فكانت بالنسبه لي مش من اولويات النادي. وبالتالي النهارده الرابطه مع اتحاد الكره عليهم ان هم يحطوا جدول وفي نفس الوقت يراعوا الفرق اللي بتشارك في المسابقات القاريه وحتى العالميه، واحنا بنشوف ان النادي الاهلي اصلا ايه صعوبه هذا الامر؟ ليه ما بيحصلش بقاله كتير وبننتقد بس؟ الفكره ان احنا موسم بيضغط على موسم وموسم بيضغط على موسم، احنا بنرحل في نفس بنرحل المواسم في المواسم اللي بعدها، فبناء عليه الانديه ما بتاخدش راحه كافيه وفي نفس الوقت ما بتاخدش استعداد كافي. على سبيل المثال مثلا احنا شايفين ان احنا خلاص الموسم بتاعنا، احنا مش عارفين احنا هنبتدي امتى بالظبط، احنا الكلام متداول ان احنا هنبتدي في نص سبتمبر، طب هل في كلام رسمي احنا هنعرف احنا هنبتدي امتى وهنشوف هنعمل ايه وكده؟ نفسه مارسيل كولر اتكلم قال لك انا مش عارف اعمل ايه، خطط ازاي للسنه اللي جايه او هعمل ايه السنه اللي جايه، وبناء عليه انا مش عارف هدي الفرقه ازاي بتاعتي راحه، وبناء عليه مثلا بابسط حاجه امبارح طلع قرار وان هو هيدي راحه 4 ايام للفريق كله علشان شايف ان الفريق مضغوط بشكل كبير بعد موسم طويل جدا، يعتبر انت بادئ من شهر 9 اللي فات، بدات في دوري ابطال افريقيا مع كاس عالم انديه مع دوري مع كاس مصر مع سوبر مصر مرتين، فبناء عليه الفريق خلاص وصل زي ما بيقولوا كده يعني جاب 0 من الناحيه البدنيه، وعليه ان انت عندك بطولات السنه اللي جايه اقوى، خصوصا انت داخل على بطوله لسه جديده اللي هي دوري السوبر افريقي او الدوري الافريقي، ودي بطوله مهمه جدا 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 عند النادي، خصوصا ان من اولويات النادي الموسم ده هيكون البطوله دي، خصوصا ان احنا بنتكلم على عوائد الماليه بتاعتها كبيره، فبناء عليه انت داخل على تحديات كبيره السنه اللي جايه وانت في نفس الوقت مش عارف انت هبتخطط ازاي. مشكلة طبعا متكررة، مش هقول مشكلة مستجدة، هي مشكلة متكررة. البعض قال ان ده افضل يعني تنظيم ممكن ان احنا نوصل ليه هو هذا الموسم، ورغم ذلك برضو الاهلي بيعاني من ضغوطات كبيره. كولر كان ليه اكثر من تصريح حتى بعد الانتصارات مش بس بعد الهزيمه بالامس، تحدث عن الضغوطات اللي بتعرض ليها اللعيبه وان ده امر يعني اصبح صعب جدا لان دول بشر في الاول في الاخر. يمكن شفنا برضو امبارح في ملابسات في المباراه، طبعا بيراميدز لعب حلو خلينا يعني، والانتصار اللي هم عملوه او يعني الاحتفال اللي هم عملوه في الاخر يدل ان هم كانوا او عارفين ان فكره ان هو يفوز على النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لهم، احنا حاسين ان هم خدوا الدوري، فامر مقبول. على كل حال الناحيه الثانيه انا هتكلم عن نفسي، انا كنت بحاول اريح لعيبه، بلاعب لعيبه او بشارك لعيبه ما كانش عندها الفرصه انها تشارك قبل كده، غيرت تماما طريقه اللعب، اتى ثماره مش افضل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر برضو كان في حاجات في التحكيم، كان في اضاعه وقت باين بشكل كبير. انا ما حبيتش اقول الكلام ده في الانترو، لكن اهو احنا في الفقره الحواريه هنتكلم بقى بالتفصيل بصراحه، لا نعلق الاخطاء على شماعه لكن بنسرد الواقع اللي حاصل. ففي اضاعه وقت متعمد،
في تلاحم وخبطات وعنف في اللعب مع لعيبه النادي الاهلي، في تعدي حصل، شفنا بس اللقطه من رد فعل اللاعب بتاعنا، نختلف او نتفق اكيد الموقف كان ما ينفعش ان هو يحصل، لكن احنا ما نعرفش كواليس ده ايه، ما نعرفش هذا اللاعب كل مباراه مع الاهلي بيعمل ايه، ففي حاجات كتيره ما كانتش باينه للعين المجرده. خلينا نتكلم في ده. طبعا من ناحيه المباراه، مباراه كانت بالنسبه لنا، بالنسبه لنا يعني مباراه في كان هدفنا ان احنا عاوزين ناخد الدوري لا هزيمه، لكن في الاول وفي الاخر انت حققت الهدف المطلوب وانك اخذت الدوري. مش عاوز ابص على المدى القريب، انا ببص على المدى البعيد، خصوصا ان زي ما انا ذكرت اللعيبه يعني في مجهود بدني يعني قدموه اعلى مستوى، فخلاص انا بالنسبه لي مش هطلب منهم اكتر من كده. الناحيه الثانيه بيراميدز اكيد النهارده هو هدفه ان النهارده اكسب الاهلي احقق الفوز، وما فيش اي فرقه في المطول 33 جوله او 32 جوله اللي فاتت من ناحيه النادي الاهلي ما فيش فرقه قدرت تكسبهم، خصوصا ان الاهلي احنا بنشوف طول السيزون بيكسب سكور ما بين ثلاثات واربعات واداء وفي شغل معمول على ارض الملعب، فبالتالي كان في حماس عن نادي بيراميدز، خصوصا ان هو يعتبر ده اخر مباراه ليهم الموسم ده، فخلاص هو يعني يعتبر بالنسبه له ده مباراه نهائيه بالنسبه له. كمان يعني الموسم ده الاهلي قدر ان هو يحقق اكتر من انتصار على بيراميدز، وقدر ان هو ياخد منه بطوله بالزبط. سواء كاس مصر او سوبر مصري، فدي بالنسبه لهم كان يعني زي ما بيقولوا كده رد شويه على النادي الاهلي، لكن في النتيجه او المحصله انت حققت كل شيء. ما انت بتلاعبني برضو وانا خلاص عارف لو انا خلصان صحيح انت جاي تكسبني وانا خلصان صحيح. يعني حرفيا فيعني صحيح، فهو في الاول وفي الاخر انت حققت المطلوب. كولر حقه ان هو نفسه عاوز يحقق انجاز بقى شخصي بالنسبه له او للنادي كمان، ان هو ما حققت يعني انتصارات خمس بطولات اللي شارك فيهم وفاز بيهم صح، وفي نفس الوقت يعني كانت البدايه بعض الشيء كانت الناس قلقانه خصوصا في دوري ابطال افريقيا، قدرت انك تحول الشكل لحاجه خرافيه او حاجه غير طبيعيه انك تقدر انك تاخد دوري ابطال افريقيا مع بطولات محليه. السيزون اللي جاي اكيد كولر بيفكر، واكيد الاداره اعلنت بشكل رسمي او صريح سواء في شركه الكوره او في لجنه الكوره، بمعنى اصح ان احنا وصلنا للقمه، احنا الصعوبه في انك بتحاول انك تحافظ على القمه، ودي حاجه ما هياش سهله طبعا. خصوصا انك داخل على بطولات كتيره سواء كان سوبر افريقي او دوري افريقي او كاس عالم انديه تاني، واحنا شايفين حتى على سبيل المثال مثلا في كاس العالم للانديه شايفين استعداد نادي اتحاد جده في الصفقات والكده، فمعنى اصح ان انت بتبص مدى بعيد، عندك محطات وعندك شغل كتير جدا هتفكر له في الفتره اللي جايه. انا عايز اقف بقى عند تفصيله كده، هو هي مرتبطه الى حد بعيد برد فعلك انت الشخصي وانت بتجاوب على سؤال نهاوند ساعتها ما كنت بتقولها كده وانت متاثر جدا وحسيت ان الدمعه هتفر من عينك، جمله ان كان نفسنا نخلص الموسم بلا هزيمه، يبقى صحيح. موسم كامل صحيح. بلا هزيمه. عايز اعرف المنطق اللي الاهلاويه بيشوفوا بيه الامور. احنا بنتكلم على ان احنا خدنا خمس بطولات في زمن قياسي صحيح، الدوري محسوم ومن فتره طويله ودرعه موجود عندنا، موسم كامل من اي بطوله لو هنتكلم على الدوري، احنا قلنا لعبنا 33 ماتش، لما تخسر ماتش واحد انا بس عايز اعرف المنتاليتي اللي زعلانه بمجاهده حتى عشان العين والله يا كريم يعني طبعا ان انت تخلصي موسم كامل بلا هزيمه يعني تاخد العين المباراه دي وتروح وطبعا حاجه للتاريخ، بس لو هزيمه واحده وليها ظروف وملابسات اكسبتبل طبعا ايه بقى طبعاً يعني أكسبتبل. ايه البيج ديل اللي في الحد؟ هو الاهلاويه معروفين يعني احنا مثلا دوري افريقيا احنا كسبنا الماتش الوداد وخلصنا، بنفكر في النسخه اللي جايه احنا عاوزين نكسب البطوله، لا مش بس كده، احنا عاوزين النسخه الجديده او النسخه الاولى في الدوري الافريقي، احنا بنفكر ان احنا نكسب البطوله، خصوصا ان هي بطوله بالنسبه لنا يعني سهله انك تكسبها بحكم ان البطوله مدتها قصيره وفي نفس الوقت مباريات ذهاب واياب وحوالي ثلاث ماتشات او ثلاث يعني ثلاث ما بين ربع نهائي ونص نهائي ونهائي وتكسب البطوله، فهو الفكر دايما ان احنا عاوزين نكسب على طول ايا كان وايا كان الظروف، حتى لو احنا داخلين مثلا بظروف حتى بلعيبه معينه او لعيبه يعني مجهده او لكن برضه احنا عاوزين نكسب بقى، مش عاوزين نخسر يعني، انا لو حتى ما قدرتش اكسب بس ما اخسرش. ما هو الاصرار على الفوز والانتصار اكيد حاجه لطيفه جدا ومن شيم الكبار ويتماشى مع جمهور النادي الاهلي صحيح. العظيم اللي بيحقق فعلا كل البطولات، لكن ساعات بنبقى احنا متعسفين شويه، ما هو رؤيتنا للموضوع ده بتشكل ضغط بطبيعه الحال على اللعيبه والجهاز الفني لحكم ان الجمهور ده اللي بيقولش هزيمه في وسط 35 ماتش مثلا. طالما دخلت النادي الاهلي اعرف انك هتكون مضغوط على طول في اي وقت وفي اي مده، وده معروف للجهاز الفني وكولر عارف الكلام ده كويس،
وفي نفس الوقت اللعيبه عارفه الكلام ده كويس. انت اول ما تدخل النادي الاهلي عارف ان انت كل بطوله هتدخلها وكل مباراه هتدخلها سواء وديه او رسميه لازم تكسبها. احنا مثلا في كاس العالم للانديه لعبنا ريال مدريد، مع احترامي اي حد داخل المباراه هيقول طبعا الفوز لريال مدريد، لكن احنا بالنسبه لنا خارجين من المباراه واحنا زعلانين، وكان كنا شايفين ان الفرقه كانت ممكن تقدر ان هي تكسب ريال مدريد. وعلى سبيل المثال مثلا حتى في نهايه البطوله ما بين الهلال وما بين ريال مدريد، الهلال كان ممكن يقدر يكسب ريال مدريد. فالفكره النهارده 11 لعيب قصاد 11 لعيب، وريني نفسك بقى في الملعب وايه، ونشوف ايه ان احنا نقدر ان احنا هنعمل ايه قصاد بعض. فالنادي الاهلي خلاص طالما دخلت النادي الاهلي اعرف انك هتكون مضغوط، واعرف ان انت لازم هتمشي مع استراتيجيه الاداره وطموحها من ناحيه الضغط ومن ناحيه البطولات ومن ناحيه الاصرار انك تحقق كل شيء، وفي نفس الوقت الجمهور ما بيرحمش، وفي نفس الوقت عارف حتى لو النهارده انت جبت لي جون فوز مهم بس بكره هنتقدك لو عملت باصه غلط. بس انا نفسي نادي نقارن نفسنا بيه نادي عالمي في اوروبا او غيره بيعمل عدد البطولات في موسم واحد زي النادي الاهلي. انا بتكلم دلوقتي بلغه ارقام، يعني انا بتكلم حضراتكم واللي عنده اسم نادي يبعت لنا، يبعت على الصفحه. هل في موجود؟ هل ده محقق مع نادي تاني في العالم؟ يعني عدد البطولات في موسم واحد اللي احنا بنتكلم فيه، عدد الماتشات اللي بتكسبها في موسم محلي، بطوله محليه بهذا الشكل. معلش انت ما تيجي تقارن نفسك، لا قارن نفسك بالاكبر بقى او الاحسن او الافضل او اللي انت شايفه اعلى منك في المستوى. مفيش. صحيح. مفيش. مؤخرا احنا شفنا مانشستر سيتي حقق ثلاثيه، وفي نفس الوقت طموح الاداره في لعيبه مشيت، بنجدد الفرقه بتاعتنا علشان نحافظ على القمه اللي احنا وصلنا لها. شفنا واللي هي قبلها كان بكام موسم مش بتحقق معاه ده. صحيح. يعني انا بكلم حضرتك في لغه ارقام. رغم يابس مثلا في انجلترا او كان انتقادات عليه علشان خاطر دوري ابطال اوروبا، هو اخذ دوري ابطال اوروبا والانتقادات هتستمر معايا برضه المواسم اللي جايه لو هو اتعصر في مباراه واحده. فانت النهارده وصلت للقمه، اعرف ان انت هتكون محل ضغط ومحل انتقادات من الجميع. بما ان انت خدت لنا اوروبا بقى، تعال نقف شويه عند مبابي والدنيا المقلوبه عليه وتلقيح الكلام المتبادل بينه وبين النادي ومتمثل في صوره رئيس النادي بطبيعه الحال. شايف الملف ده هيخلص على ايه؟ وفكره ان في عنده وتعسف متبادل بين الطرفين. طبعا هو في الاول وفي الاخر دي كانت يعني هتحصل. الاداره لما جددت للاعب برضو بمعنى اصح يعني هي استنفذت كل الخطوات وكل التفاوض معاه من ناحيه الاقناع ان هم يعني يحاولوا يقعدوه، لدرجه ان احنا بنتكلم ان الرئيس الفرنسي نفسه تدخل علشان يقنعه ان هو يستمر مع باريس سان جيرمان في الفتره اللي هو جدد فيها اول مره. ليه وصل الامور للدرجه دي؟ يعني ليه وصلنا عقليه اللاعب نفسه؟ بيقول لك يا تمضي دلوقتي وتجدد يا تمشي. عقليه اللاعب نفسه، يعني احنا خلينا نتكلم، احنا عقليه اللاعب امبابي برضو من رغم ان هو من ارقام وبالرغم من بطولات وبالرغم حقق كتير في وقت زمني بسيط، لكن النهارده العقليه بتاعته يعني برضو انت مش محدد انت عاوز ايه. هل انت عاوز ريال مدريد؟ طب ما كنت تروح ريال مدريد وما جددتش لباريس وخلاص ونهيت القصه. طب انت عاوز فلوس؟ طب خلاص طالما انت عاوز فلوس استمر مثلا مع باريس، وانت كده كده بتكسب بطولات من الناحيه المحليه، وبرضو الاداره او النادي عنده طموح ان هم يحاولوا ان هم يحققوا بطولات اوروبيه. طب انت عاوز ايه بالظبط؟ حدد اللي انت عاوزه، الاداره موفره لك كل شيء. طب انت بس النتائج ليست الافضل، ما ممكن تكون أكيد. الاداره فعلا موفره له كل شيء، وتصريحات ناصر الخليفي صحيح. المؤخره او الاخيره كانت صحيح. كلها ان هو متمسك كان فيه قبل ما يغير كلامه، او لما يقول له خلاص عايز يكمل مش عايز يكمل، ده امر يتعلق باللاعب نفسه. بس كان نبرة كلامه فعلا. طبعا. لكن في الاول كان فيه تمسك باللاعب، لكن اعتقد يعني من برضو قراءاتي يعني هو مش شايف مستقبل ليه في ناحيه البطولات المختلفه اللي هيحصل عليها بي اس جي، لان برضو ريال مدريد بي اس جي فارق كبير جدا. ربما هو حسبها بهذا الشكل حاليا، مش قصه ماديه، هو يمكن عانت في الفتره الاخيره، قال لك طب تمام انا موجود معاكم حتى لو هقعد على الدكه. يعني طبعا ده في نبره عند يعني واضحه بشكل كبير. فيمكن نتائج بي اس جي وهي ليست الافضل بصراحه، يعني لو اتكلم على الدوري الفرنسي انا بلاعب نفسي، لكن على المستوى الاخر الاوروبي انا لا انا مش موجود. يعني مبدئيا الاداره اتعاملت بشكل غلط مع امبابي، بمعنى ان انت تدخل في الصفقات او تتدخل من الناحيه الرياضيه دي حاجه دي مش بتاعتك. صحيح. دي مش انت بتاعتك ملعب ده شغلك، انما شغلنا ده بتاعنا من ناحيه الاداره، من ناحيه الاداره الرياضيه. النهارده انك تتدخل في الصفقات وتقول انا عاوز فلان وعاوز مدرب وعاوز لاعب وعاوز، لا مش هينفع. النهارده انت هتخلق ازمه ما بين الاداره ما بين الجمهور ما بين اللعيبه. فالنهارده الفرقه كلها زي ما بيقولوا كده ايه، يعني ما انت النهارده مجموعه واحده، لا الفرقه النهارده هيبصوا ده طب اشمعنى
معانا ده بيحكم. وطب احنا برضو ما احنا كمان احنا نجوم طبعا. وده احنا شفناه، احنا شفنا النهارده يعني مثلا وياكم، انت كنت بتتكلم على وجود ميسي ووجود نيمار ووجود امبابي ما حققوش اي شيء حاجه رغم الاموال اللي اتدفعت فيه طبعا. طب النهارده الوضع اتغير، ان احنا زي ما هواندي ذكرت وقالت ان ناصر الخليفي اتكلم واللغه اتغيرت، وهو فعلا قال ان باريس سان جيرمان اكبر من اللاعب. واحنا شفنا النهارده خلاص، النهارده انت طالما انت مش عاوز تجدد خلاص انت بره القايمه وبره المعسكر، وما سافرش فعلا معاهم صحيح، وما سافرش معاهم. ودي مؤشر يعني ما كناش متوقعين ان باريس سان جيرمان يعمل كده مع لاعب يعتبر مش اسطوره باريس، ده اسطوره فرنسا وعند الفرنسويين كلهم طبعا. فالنهارده انت بالذات بعد كاس العالم الاخير اكيد طبعا. وخصوصا انت بتتكلم ان ده يعتبر يعني المستقبل بتاع فرنسا، ولا يكن مثلا من كام في 10 15 سنه جايين كمان. فالنهارده يعني انت بتوصل لمرحله زي ما بيقولوا كده، انت وصلت للمرحله الاخيره، يا اما هتجدد يا اما هتمشي. وهو احنا بنشوف ان الفتره اللي جايه زي ما بيقولوا كده ايه، هيكون ضغط على الطرفين، ولكن الوقت مش هيكون لصالح باريس سان جيرمان. بمعنى النهارده ان لو ما جددتش انت كده كده في يناير هتمضي، وفي الصيف هتمشي فري. وهو برده في نفس الوقت الولد عاوز برده يلعب، خصوصا ان هو عاوز يحافظ على تالقه وعاوز يحافظ على نجوميته. فهو النهارده الوقت مش هيكون لصالح الطرفين. الكسبان في الموضوع ده على ما اعتقد هو النادي اللي عاوز يشتريه، ومعنى اصح هو ريال مدريد. بمعنى ان هو شايفين ان احنا في مثلا وليكن باريس سان جيرمان كان محدد 200 مليون 180 مليون، وبنتكلم ان باريس في الفتره اللي جايه ممكن يخفض ل 130 مليون. فالوقت برضه عاوز باريس يلحق عشان ياخد اي فلوس من وراء عائد اللاعب عشان ما يطلعش خسران. صحيح. تمام صحيح. مين اللي كان ناصح بقى من الاثنين؟ هل ميسي اللي اختار؟ انا وهنا هنبعد عن المقابل المادي، مش هتكلم في فلوس، بتكلم على كواليتي اختيارات اتنين من اقطاب كره القدم العالميه، كريستيانو رونالدو وميسي. في ناس بتشوف ان ميسي اختار الروقان، فكره انه يروح بدوري يعني انت فاهم على قد الايد ما فيهوش اي منافسه تقريبا. طبعا مفيش هبوط. في حين ان كريستيانو رونالدو ممكن يبقى المقابل المادي ضخم بطبيعه الحال، لكن وخصوصا بعد اللي ابتدى يستجد كل يوم والتاني في الفتره الاخيره، ومزيد من نجوم واقطاب العالم هيروحوا على الدوري السعودي، فده هيخلي هيفرهد برضو يعني كريستيانو رونالدو الفتره الجايه، وهيضطر يلعب مع منافسين اقوياء في فرق سعوديه مختلفه. الدوري السعودي احنا بنتكلم في على الاقل ما بين موسم او موسمين بدا يستقطب نجوم. اي نعم الوقت دلوقتي اتغير بشكل كبير جدا، اموال بشكل بتدفع بطريقه يعني رهيبه، وفي نفس الوقت بيستهدفوا الفئه الاولى. لو انا ما قدرتش احقق الفئه الاولى بحاول اجيب البديل، بس في نفس الوقت برضه بحافظ على الهدف بتاعي. بداوا بكريستيانو رونالدو، وكان الهلال عاوز ميسي، ما قدرش ان هو هيحقق ميسي، لكن احنا شفنا ان هو قدر ان هو هيحقق تعاقدات بشكل كبير جدا. وممكن انديه اوروبيه كانت مثلا وليكن سيرجي سافيتش مثلا مع لاتسيو، انديه كبيره في اوروبا كانت عاوزاه ما قدروش ان هم يجيبوه، الهلال قدر ان هو يجيبه. روبن نيفيز كذلك، كاليدو كولوبالي من سنتين ثلاثه كان اموال بشكل كبير لنابولي علشان يشتروه، وفي نفس الوقت كان رئيس نابولي كان بيرفض. فالنهارده احنا بنشوف ان هم بيختاروا نوعيه اللعيبه، مش بنقول بلغه الكوره اللعيبه هتعتزل او خلاص شطبت كوره، لا ده لعيبه لسه ممكن قدامها 3 و4 و5 سنين بيحافظوا محافظين على تالقهم ومحافظين على. بس الارقام لا تناسب ال 3 4 5 سنين، يعني الارقام اللي بنسمعها ارقام انت بتاخد بقى لسه واحد عنده 22 سنه بيكمل معاك. تمام. هيوج يعني صفقه زي جوتا مثلا في الاتحاد السعودي او اتحاد جده، لاعب عنده حوالي 24 سنه كان نجم في سيلتيك اسكتلندي، وهو السبب ان هو يجيب لهم الدوري مثلا، جايبينه بحوالي 30 مليون. تمام. احنا بنجيب مثلا شايفين بنزيما اللي هو كان يعني ما شاء الله عليه، وبرده اللي يروح الاتحاد السعودي ده برده يعني معنى اصح صفقه مفيده لفرقتي، بس على المدى البعيد انا اي نجم هحاول افاوضه، انا عندي بنزيما وعندي كانتي وعندي جوتا وعندي طبعًا. وعندي فابينيو لسه، فالنهارده هعرف اجيب فيما بعد، هعرف اجيب اللعيبه اللي انا عاوزها. الوضع في الدوري السعودي خلاص احنا شايفين النهارده كل الصحف العالميه بقت بتتكلم شبه يوميا عن الدوري السعودي. فالموضوع دلوقتي يعني يعتبر الدوري السعودي استحوذ عن المسابقات في اوروبا كمان. هنرجع للدوري السعودي مره ثانيه، وهنتكلم عن تطوير اي دوري كان، هل هو بيتم عن طريق الصفقات
ولا هو المفروض يتم عن طريق قاعدة الناشئين وتاخد بقى المدة بتاعتها وبعد كده تتكلم ان فعلا الدوري السعودي اصبح بالمحليين اكتر من الصفقات اللي هي الاجنبية، دوري قوي لان الموضوع ليه اكثر من معيار بتهيألي لا يقاس بس بحجم يعني الصفقات والمبلغ المالي اللي انا بدفعه او البادجت بتاعتي. على كل حال فاصل وهنرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد همام، خليكم معانا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الدوري السعودي والتطوير اللي حاصل، ومع ولا ضد فكرة ان انا لو عندي رأس مال جيد ان انا استثمر واجيب لعيبة عالمية، وطبعا كل اسم منهم اكبر من التاني، وابتدي ان انا اعمل ترويج للدوري عندي. طبعا بالتالي هتكون يعني صفقة برضو اكيد ده، لو اتكلمنا عن ده مع كريستيانو رونالدو في البداية قلنا فعلا يعني في نجاح كبير جدا من الجانب السعودي انهم يعملوا ماركتينج للسعودية بشكلها الجديد بالتطوير والحداثة اللي كانت مطلوبة منذ زمن طويل جدا بصراحة. نرجع نقول لهم بجد شابوه على هذا التطوير اللي حاصل، لكن على مستوى كرة القدم هل هو تطوير أستاذ محمد ولا هو فكرة لغة رأس المال اللي بتتدخل في كل شيء حاليا، وبالتالي أنا مش بعمل قاعدة ناشئين قوية وبطور الدوري عندي، أنا بعمل تجميل من الخارج وبالتالي صفقة كماركتينج للدوري نفسه، بتشوف ده إزاي؟ هو رأس المال طبعا مهم في كل شيء، لكن هدير رأس المال ده ازاي؟ النهارده إدارة رأس المال مش عامل سهل على فكرة، لكن أنا النهارده أقدر أستعين بناس يقدروا إن هم يحاولوا يديروا رأس المال ده بشكل مميز، بمعنى إحنا اخترت الأربع الأندية وهو كان الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي باعتبارهم إن هم أكثر جماهيرية في المملكة العربية السعودية، فبنتكلم من النهارده طلبت من الانديه دول انكم تتعاقدوا مع صفقات كبيره، الموضوع تارك ليكم ان انتوا تختاروا الصفقات وتدخلوا في مفاوضات، لكن شوفوا انتوا هتختاروا وتجيبوا مين، وزي ما بيقولوا كده اديتك الكوره والكوره في ملعبك انت. النقطه الثانيه احنا بنشوف ان الانديه الاربعه قدروا بنسبه كبيره ان هم يحققوا صفقات يعتبر من الفئه الاولى. اي نعم في صفقات ثانيه انا بعتبرها كلام ترويجي مش صفقات رسميه، وليكن مثلا كان كلام متداول مثلا عن هاري كين مثلا للنادي الهلال، او مثلا كيليان امبابيه حتى ارتبط بالهلال ان هو يلعب موسم واحد وبعدها يمشي فري ويروح. حياتك وارد يعني انت مستبعد الفكره، وفعلا انا ممكن انا فكرت فيها حتى لو يعني هقول له لو 10% حتى، ان النهارده عقليه النهارده والدته حتى فايزه بمعنى اصح، فايزه عماري بمعنى اصح، انت بتتكلم في واحده يعني بتحب الفلوس او بتعشق الفلوس، فليه ما تروحش انت بتقول عليها كده بعد اللي صح نقول لها، فهي تقول ليه ما اروحش حتى الموسم ده 200 مليون وبعدها اروح لريال مدريد. والله تفكير منطقي، انا لو ابني جايب لي عرض ب 200 مليون هوديه والله يعديها لعيب. وعرض كمان مغري النهارده، عرض مجديه على فكره عادي، وعرض مغري انا النهارده سنه واحده وتبقى انت بعدها فري، روح للنادي اللي انت عاوزه، بس انا حققت الهدف بتاعي ان انا جبت كيليان امبابي. وبعدها في ده لو بعدها هيتوفى مفيش مشكله خالص. وبعدها ان انا حققت الفكره اللي انا عاوزها ان انا جبت اعظم لاعب دلوقتي في يعني على خلي بالك هم ممكن يبقوا عاملين الاثنين، يعني هرجع تاني لسؤال نهاوند لحضرتك، فكره ان انت بتشتري اهم الاسماء عشان تطعم بيهم الدوري بتاعك وبناء عليه تبتدي تسوق له. صحيح. والاسماء دي زي ما هي جاذبه للمشاهدين من حول العالم اللي عايزين يتفرجوا على كريستيانو رونالدو وعلى وعلى وعلى، هما كمان جاذبين لغيرهم من نجوم واخطاب كره القدم. صحيح. اللي هيتشجعوا بدورهم ان هم يجوا. صحيح. ممكن يبقوا عاملين الكلام ده وفي نفس الوقت شغالين على، ودي النقطه اللي كنت بتتكلمي انت عليها نهاوند، فكره ان هم بقى يعني عملوا ده بالفعل، عملوا رموا طوبه في المايه الراكده خلوا العالم كله يتكلم عن الدوري السعودي، وفي نفس الوقت شغالين على قطاع الناشئين ويأسسوا اجيال مستقبليه، لان كل النجوم اللي هم جايبينهم كبرهم كم موسم هيقعدوا معاهم فيه. احنا بنتكلم لا والله يعني احنا اصلا نادي الهلال اللي هو يعتبر يعني اكتر نادي بيمتلك لعيبه سعوديه للمنتخب السعودي، وجود سافيجي لسه حوالي 28 سنه، وجود روبن نيفيز برده في يعني حوالي 27 او 28 سنه، كاليدو كوليبالي كبير شويه حوالي 31 سنه. أيوة. فالنهارده النجوم دول هيستمروا معاك على الاقل 4 5 سنين، اي نعم عقودهم كلها معموله لثلاث سنين او سنتين كمان، بس في نفس الوقت النهارده انا بحاول النهارده اعمل ترويج للانديه بتاعتي وللدوري بتاعي، وده هيفيد معايا المنتخب السعودي.
السعودي النهارده لما انا بكون في احتكاك مع النجوم فئة الاولى، ده بالنسبه لي هيكون مفيد ليا. وانا شفت مثلا تجربه الدوري المنتخب السعودي في كاس العالم الاخير ومع مباراه الارجنتين، او حتى مع في دور المجموعات مع المكسيك وبولندا، كان المنتخب السعودي ممكن ان هو يقدر ان هو يوصل لدور ال 16. ففي نفس الوقت النهارده انا شايف النهارده الانديه السعوديه بتستعين بمديرين رياضيين اجانب مع شرط الصندوق الاستثمار السعودي على الانديه الاربعه بانهم يستعينوا بمديرين تنفيذيين لاجانب برضه، وخصوصا يكونوا عملوا في انديه في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا. كل ده مهم بالنسبه لي النهارده ان هيشتغل عندي هيفيد معايا الفريق الاول وهيفيد معايا قطاع الناشئين. احنا بنشوف الدوري السعودي او الفرق السعوديه في السنين الاخيره بقت منافس اساسي بطريقه كبيره جدا بشكل كبير جدا في بطوله دوري ابطال اسيا، وهي البطوله المهمه والاساسيه في القاره الاسيويه. وبنشوف شفنا نادي الهلال السعودي في نهائي كاس عالم الانديه وكان واقف يعتبر ند ريال مدريد، وبنشوف كمان في الفتره الحاليه والفتره اللي جايه بيحاولوا يعدوا نادي الاتحاد في ان هو ينافس على النسخه لكاس العالم للانديه اللي هتتقام في السعوديه نهايه العام الحالي. فالنهارده التفكير ان انا عاوز اكون الانديه بتاعتي بتكون في مصاف الانديه العالميه. احنا بنشوف حتى نادي النصر على سبيل المثال داخل المعسكر بيلاعب انديه زي بنفيكا وبيلعب باريس سان جيرمان وبيلعب انتر ميلان. فالنهارده الانديه بتاع السعوديه دلوقتي ما بقتش في احتكاك مع انديه منافسه سواء كان انديه اسيويه او حتى انديه عربيه، لا لا، بالنسبه لي هدف ان انا اكون في مصاف الانديه العالميه. طب احنا بالنسبه لنا احنا بقى مصر، لو انا هتكلم ليه الحركه دي كلها؟ ليه كل دي في احنا مش عارفين الدوري بتاعنا يبتدي امتى؟ كل ما اتكلم عن مش عارفين الدوري بتاعنا يبتدي امتى؟ والله ليه كده؟ مش عايز اسال. مش عارفين الدوري بتاعنا احنا بنتكلم والله مش طب بص سحبنا سؤال، ايه رايك؟ مش عارفين الدوري بتاعنا يعني مع ان احنا عندنا جانب مشرق، خلي بالك انت احتمال كبير فعلا توصلي لكاس العالم منتخب مصر الاول. ما هي دي النقطه، انت بتتكلم في امكانيات ماديه مختلفه تماما، وبرده خليني انا المصطلح يعني عدم التنظيم الجيد المطلوب اللي موجود عندنا في النظام في كره القدم المصريه. مش عارفه ابص لك والله العظيم، انا بسال رياكشنات استاذ محمد لو شفتوها. طب خلاص حضرتك سؤالي وصل كلنا بقى. يعني انا مثلا على سبيل المثال مثلا يعني احنا بنتكلم على الدوري المصري، احنا الدوري بتاعنا السنه اللي جايه مبدئيا احنا زي ما ذكرنا مش عارفين هيبتدي امتى، لا بالعكس كمان احنا السنه اللي جايه عندنا كم بطولات للانديه المصريه والمنتخب سواء منتخب اول او منتخب اولمبي. النهارده بمعنى اصح ان السنه دي مثلا الدوري اتلعب في حوالي 280 يوم، بالمقارنه ما بين الدوري بتاعنا الموسم الحالي مع الموسم اللي جاي مع كم المباريات اللي هتتلعب تقريبا 3 اسابيع بس، هيصفي على 3 اسابيع فاصل يعني. ما انا هقول لا مش كده، بس المقارنه مع المده الزمنيه من الدوري الحالي مع الموسم اللي جاي هيكون عندي حوالي 147 يوم. نهائي الدوري بتاعي المفروض يتلعب في 147 يوم نتيجه عندي الاهلي في بطولات افريقيه وكاس عالم الانديه والدوري الافريقي، وعندي بيراميدز في دوري ابطال افريقيا والزمالك وفيوتشر كونفدراليه، وعندي منتخب مصر في توقفات دوليه علشان خاطر تصفيات كاس عالم، وعندي في يوليو اغسطس منتخب اولمبي علشان خاطر اولمبيات باريس 2024. فبخلاف كده انا عندي بطولات محليه، سوبر مصر هيتلعب ما بين اربع فرق ودي هتبقى نسخه جديده، عندي كاس مصر القديم اللي احنا الحالي اللي احنا فيه ده لسه هيتلعب الموسم اللي جاي مع النسخه الجديده من كاس مصر، وعندي دوري مصر اللي هو البطوله الاساسيه، وعندي بطوله الرابطه. فعندي كام مباريات ورزنامه مباريات مش عارف هتتلعب امتى وهتتلعب ازاي، وده السؤال اللي انا مستني اجابته من الاستاذ عامر حسين باعتباره ان هو الرجل الاول في اداره المسابقات في مصر. هتنظم البطولات دي كلها ازاي وهتشكلها ازاي؟ ضغط هيكون هو حاول يعني حسب ما احنا شايفين هو حاول هذا الموسم يوصل الصوره بافضل مكان، وعلى فكره قيل ان ده افضل شكل ممكن عليه حاليا الوضع يكون موجود كجدول. هو برضو وعده والرابطه وعدت ان الفتره اللي جايه او الموسم الجديد هيكون فيه شغل افضل. خلي بالك اصل هي مش سحر برضو يعني، الموضوع الوضع زي ما يتقال ايه، ادي الامر الواقع، انا اعمل ايه؟ انا بحاول الاقي افضل الحلول في المتاح قدامي. ما هي دي النقطه، زي ما كنت بقول لك 3 اسابيع احنا تقريبا هناخدهم راحه في اوروبا. الاهلي مش هياخدهم راحه، الاهلي مش هياخدهم راحه، هو المفروض يبقى الاهلي مش هياخدهم راحه.
ثلاث اسابيع بيفصلونا عن الموسم والموسم. يعني انا عايز اركز على نقطه معينه كمان الى جانب النقطه اللي هتتكلم فيها، هل راس المال هو الحل؟ يعني ما احنا شفنا راس المال في كره القدم اتى ثماره مع بعض التجارب ولم ياتي ثماره تماما مع تجارب اخرى، وذكرنا امثله كثيره يعني عالميا، وقلنا بي اس جي اكبر مثال دايما بيتدرب بيه. فخليني افهم، هل احنا ما ينقصنا راس مال، ولا ما ينقصنا نظام، ولا ما ينقصنا سيستم؟ يعني بمعنى ان انا سيستم بخطه دقيقه طويله المدى وقصيره المدى، ولا لعيبه، ولا ايه يعني؟ هو مبدئيا فسرها لنا في نقاط حتى من غير تفصيل. مبدئيا يعني هو لازم نظام، بحيث النهارده اعرف الانديه تعرف تشتغل وتعرف تسوق للعيبه اللي عندها وللماركتنج اسم النادي نفسه. وليكن مثلا النادي الاهلي، انت بتتكلم فيه نجوم وفيه يعني اسم النادي الاهلي يقدر يسوق نفسه. النهارده انا كنادي اهلي، انا مثلا عندي عاوز العب مباريات وديه في معسكر مثلا، هلعب ازاي وعندي وقت امتى؟ طيب النهارده عندي بطولات افريقيه، هل النهارده هتديني فرصه النهارده العب المباريات الافريقيه وان انا احصل على راحه؟ ودي نقطه هتدخلها على فكره في ازمه بالنسبه لنا للسنه اللي جايه، لان انت النهارده وضعت نظام وليكن مثلا ان انت بتاخد قبل اي مباراه في افريقيه، لو انت بتلعب مباراه ذهاب بتاخد راحه 4 ايام، تمام؟ مع ضغط المباريات ده هتدي نفس الاوبشن ده للانديه المشاركه في المباريات الافريقيه، في البطولات الافريقيه. دي نقطه ثانيه. فالنقطه الاساسيه بالنسبه لي هي نقطه النظام. النهارده انا لو عندي نظام هعرف، بالنسبه لي هعرف اشتغل في كل حاجه، وهعرف اظبط كل حاجه، وهعرف اجيب موارد اللي بيها ان انا اعرف استمر واعرف اشتغل. النهارده راس المال اساسيه، لكن النهارده وانا ما عنديش الخبره وما عنديش ناس يعرفوا يشغلوا راس المال ده، بالنسبه لي كل شيء بالنسبه لي انهار. فالنهارده بالنسبه لي احنا نموذج النادي الاهلي، لولا النادي الاهلي ولولا ان هو النهارده بيحافظ على نفسه والبطولات اللي هو قدر ان هو ياخد يكسبها وبناء عليه اخد عائد مالي، كان هيبقى وضع بالنسبه لي هيبقى وضع كارثي. احنا بنشوف الانديه المصريه كلها بنسبه 95% حتى الانديه كلها بتعاني ماديا، مفيش غير ممكن نادي الاهلي او ممكن نادي بيراميدز، واحنا شايفين النادي المنافس شويه المشاكل اللي عنده. فالنهارده النظام هو اساس كل شيء في العالم عموما. صحيح. النهارده انا عندي زي ما ذكرنا، احنا قلنا احنا داخلين الموسم اللي جاي، الانديه بتاخد راحه، بس هبتدي الموسم اللي جاي امتى؟ هتلعب بطولاتك ازاي؟ صحيح. بس كل ده ما ينفيش ان قرعتنا في تصفيات كاس العالم كانت زي السكر. اكيد اتمنى في المقدور عليه، في اللطيف يعني. يعني اعتقد ان اقوى المنافسين على الاطلاق، احنا بنتكلم على مين؟ جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو، لو انا مش غلطان صح؟ يعني تعتبر بوركينا فاسو هي اقواهم. بص هقول لحضرتك حاجه، في القاره الافريقيه كل شيء وارد. المنتخبات بتتطور على فكره في افريقيا بطريقه يعني زي ما بيقولوا كده بسرعه الصاروخ. احنا بنشوف دلوقتي ان اللعيبه الافارقه كلهم يعتبر في اوروبا. فالسنين اللي فاتت الكره في افريقيا اتغيرت. احنا كنا بنشوف زمان ان المنتخبات العربيه هي اللي مسيطره على افريقيا، سواء كنا بنتكلم على منتخب مصر او الجزائر او المغرب او تونس. لا، الوضع اتغير شويه. احنا بنشوف دلوقتي منتخبات، حتى كنا بنقول مثلا نيجيريا او السنغال او كوت ديفوار، لا احنا بنشوف منتخبات وليكن منتخب مثلا زي بوركينا فاسو او منتخب مالي، تمام؟ فبنشوف منتخبات طالعه في الساحه بقت منافسه. مجموعتنا على الورق سهله، لكن برضه في نفس الوقت لازم يعني زي ما بيقولوا كده فرصتنا جات لنا ان احنا لازم نتاهل بقى خلاص. طبعا. مفيش فرصه تانية اسهل من كده. شايف ان روي فيتوريا محظوظ، بس هو برضو في الاول وفي الاخر بيشتغل ومعاه مجموعه مش وحشه حاليا لحد ما، وجود برضو كم شويه من المحترفين، بدايه طبعا من صلاح، وجود برضو لعيبه برضو مع تريزيجيه او مصطفى محمد، وجود لعيبه الاهلي طبعا في حالتهم اللي هم قبل طبعا من ناحيه بقى الفيا، بس حالتهم دي الاهلي في بقى على وقتها يعني طبعا. بس فاللي هو مجموعه بالنسبه له مجموعه كامله، عنده خيارات وعنده يعني اوراق كتير ان هو يشتغل عليها، لكن مش عاوزين نسيب كل حاجه لظروفها. احنا لازم نخطط، واكيد لازم يعني يكون عندنا استراتيجيه، واكيد اتحاد الكوره قالوها اول ما تعاقدوا مع روي فيتوريا، احنا هدفنا كاس عالم 2026. فاتمنى ما يكونش سايبين حاجه لظروفها او لوقتها، ونكون فعلا مخططين وشغالين عليه. نعم ذلك، وعندنا ثقه، يعني لازم ندي الثقه ونشوف ان شاء الله يكون الوضع افضل بكتير الفترات كمان اللي جايه، لان احنا نستحق، واكيد الجماهير المصريه. نورتنا يا استاذ محمد، حقيقي والله. ربنا يخلي حضرتك. اشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله نشوفك مرات ومرات ان شاء الله باذن الله، وتوفيق للنادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله لحضراتكم لبرنامج 10 الصبح. اشكرك يا فندم. طيب احنا حلقتنا انتهت على كده، ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.